قصة رجل بدون هوية. حين استيقظ باكرا صباحا باكرا وفتح عينيه، أو بالكاد كاد يحاول أن يفتحهما رغم أشعة الشمس الحادة تلك، فمد يديه إلى طاولة صغيرة بجانب رأسه ويحركها يمينا وشمالا باحثا عن ساعته التي لم يتذكر إن كان قد وضع هناك أم أنه ما زال يرتديها في يده الأخرى، ثم يجلس بشعره المنكوش وسرواله الأبيض ذاك، ذلك البياض الذي غلبت عليه بعض الأوساخ العكرة التي التقطها وهو في الطريق يترنح بين جدار قذر وأزقة نتنة، هذا إن لم يكن قد انزلق في بعض المستنقعات وبقايا القمامات. نهض وترك رجولته في محفظته وراء الوسادة، وسادة تعود أن يتجرد من هويته عليها فلم يكن بحاجة إليها يوما. اغتسل من بقايا ليلة نكرة قضاها بين طاولات وكراسي وراقصات رخيصات لا تعرفن للكرامة طريق. خرج من الحمام، نفض ريشه كما ننفض ريش الدجاج بعد ذبحه مبللا ورائحته ما زالت نتنة، فمتى أصبح الماء يغسل وساخة الرجولة مشط شعره وارتدى ملابس جديدة وحل بحلة جديدة كما يحل أسبوع جديد وعام جديد. ويبقى الأمر سيان، سيتعفن بحلول الليل من جديد ويعود لما كان عليه ليلة أمس وقبل أمس، ويوما ما سيأتي غد آخر ويوم آخر، وسيحتاج لشيء آخر، ربما لشخص آخر غير شخصه العفن ذاك، وحينها فقط سيتيقن أنه لأول مرة سيستيقظ فعلا ولن يستطيع فتح عينيه حتى وإن لم تشرق الشمس يومها. تحيات دليل الرحباني.